رغم وصول مزيد من المساعدات الى الفلبين اثر اعصار هايان الذي ضرب البلاد منذ اسبوع، ما زال عدد الناجين في تاكلوبان يعيشون في حاله من اليأس، فيما ينتظر حوالي نصف مليون شخص عبر انحاء المناطق المتضرره وصول ما يكفي من المساعدات. ويقول رئيس فريق تقويم الكوارث: هناك خطر في التركيز على تكلبان نريد أن نتجاوز ذلك إلى مناطق أخرى من ليتي وسمار في أقرب وقت ممكن وهذا ما نعمل عليه ويظل هناك انشغال سائد بشأن ارتفاع حصيلة عدد القتلى الذين تجاوز عددهم أربعة قتيل وفي وقت زادت حالة الإحباط لدى الناس يخشى أن يؤدي تأجيل تقديم مساعدات إلى أماكن أخرى إلى اندلاع أعمال عنف ليس لدينا أكل ولا شرب ولا وقود، لا شيء بالمرة ولا ملبس، ذهب ذلك في مهب الريح. وما زالت جثث كثيرة ملقاة على جوانب طرق، ويتوقع أن ترتفع الحصيلة الرسمية لعدد القتلى عندما تُجمع معلومات من مناطق منكوبة أخرى.